الهلال ينتصر بمشقة الأنفس على الفيحاء. الهلال تنتصر على الفيحاء 1-0 بمشقة الأنفس في مباراة، يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها أن مباراة كانت صعبة 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 للهلال، وخرج من الهلال متفوق. لأن الفيحاء بكل صراحة فرضت على الهلال اليوم دفاع دفاع ولا شيء غير الدفاع، وفقط الهجمة المرتدة هي التي كانت تلعب عليها الفيحاء. ومبروك مبروك للهلال التي استطاعت أن تسرق 3 نقاط من فم الأسد، يعني بمجهود أقل ما يمكن أن يقال عنه، أنه يعني يشكر لإدواردو الذي كان سيء في المباراة على العموم، وأيضا تألق الشهري اللي بكل صراحة أرى اليوم نجم المباراة بعد البريك. نجم المباراة هو الشهري. لماذا؟ لأنه اليوم أبدع في التمركز، في التموضع، في السرعة، في فتح المساحات، في فتح يعني جر اللاعبين، يعني سحب اللاعبين من المربع. فقط نقصه اليوم تلك الخبث الذي يكون عند رأس الحربة في تلك ضربة جزاء. لو سقط لكانت ضربة جزاء في الشوط الأول، ولكن المهم على العموم فازوا، مبروك لهم. خليكم مع الفيديو التحليل. هو بس يا مرسي ما اشوف الراجل ده، هو بس صلى على النبي، هو بس ما اشوف الراجل ده فضحني في كل حتة وعامل السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني ناشطين فرحانين كلشي زين لحفتكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبو فيديوهاتنا نزل دابا لتحت واشترك في القناه لابيتي وبارطاجيه وشكرا. واليوم كيف ما قلت لكم تحتو على مباراه الفيحاء والهلال، مباراه صعبه 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 المعقده على الهلال بكل صراحه، اللي يعني الفائز الاكبر انه يعني سرق تلك 3 نقاط، لان هذه المباراه من هذه المباراه هي التي تكون تلك المباراه السوداء في البطوله، المباريات الملعونه كما نقول لها، يعني المباراه اللي يعني لا تكون في يومك والخصم يكون في يومي والحارس يكون حارس الخصم يكون في يومي. لان بكل صراحه اليوم يعني نجم مباراه الفيحاء اليوم هو الحارس، لانه يعني الهلال بكل الطرق حاول التسجيل، ولكن الحارس كان اليوم صد منيع الا تلك الفرصه التي سجل من الهلال. يعني احيانا يعني راه الكره لا تريد ان تدخل، وايضا الحارس اليوم عندما تكون في يومك فحتى واذا اتيت بالكابتن ماجد اليوم اردت ان يسجل على ذلك الحارس، اذا كان في يومه فلن يسجل عليه. خرجنا على الموضوع، ولكن اليوم رأينا أن الهلال اليوم دائما تداور بين اللاعبين، تغير تلعب بتشكيلة مغايرة، دائما تغيير بأكثر من نصف التشكيلة الرئيسية. اليوم رأينا جحفلي في الدفاع، يعني وعود البليه المصاب، نتمنى له الشفاء. رأينا أيضا ذلك اللاعب الياباني اللي بدأ يعود للرسمية هذه المباريات. رأينا أيضا البريك، رأينا ذلك اللاعب الذي لعب ما كانش الشهراني اليوم اللي اسمه مالهي المليهي، ذلك اللاعب الضاير، إذا أخطأت في الاسم صححوا لي أعتذر. أيضا رأينا اليوم في وسط عودة يعني خروج سلمى الفرج من التشكيلة وخروج الحافظ، ودخول اليوم دخول كنو وكويار، يعني الثنائي القديم هذا اليوم للتشكيلة. رأينا أيضا يعني الثلاثي الأمامي اليوم لعبنا أن إدوارد لعب وراء الشيري، يعني إدوارد اليوم يعني في تموضع اليوم بكل صراحة في الشوط الأول لم يكن سيء جدا، يعني عندما يلعب ادواردو جناح يكون سيء جدا، ولكن عندما لعب اليوم في الشوط الاول وراء الشيري يعني لاعب رقم 10 لم يكن سيء جدا، كان فقط يعني قريب من السيء، فهمتي؟ يعني على الاقل اعتذر، على الاقل ذلك المكان اعطانا القليل من ادواردو، عندما كان يخترق يصبح هو والشيري رؤوس حربه معان، يعني كانت هنالك بعض اللمحات لا باس بها من ادواردو. رأينا أيضا اليوم لعب العابد ربما، والذي لعب في الدائر جناح الأيمن، ولعب كاريو لعب جناح أيمن، يعني إذا أخطأت في اسم أحد اللاعبين لأن التشكيلة اليوم مغايرة صححوا لي وأعتذر مرة أخرى. الشيري لعب رأس حربة، يعني أنا دائما أقولها الشيري عنده يعني نقاط كثيرة إيجابية تفوق فيها على جوميز، نقاط كثيرة منها أولا أنه لاعب يعني عصري. كيف انه عصري؟ غوميز نعم احيانا يريد ان يلعب خارج المربع ويصنع اللعب مع زملائه، ولكن غوميز انا دائما اقول واكرر، غوميز من اللاعب الذي يكمل الهجمه بضربه واحده اللي في الشباك، ضربه لمسه واحده تعطيه الكره لمسه واحده، مطالب من هل تعرف لاعب البلاي ستيشن اكس مربع، يعني عندما تضغط على اكس الباس شوت، يعني باس شوت، يعني غوميز هو الذي يكمل الشوت، يعني مهمته فقط هي هذه، والتي
يبهر فيها يمتع فيها، ولكن الشيري لا، الشيري أظن أنه لاعب عصري رأس حرب عصري، مثل لاعب سواريز ليس ليفاندوفسكي، مثل لاعب سواريز، مثل لاعب بنزيما، يعني يخرج يصنع معك اللاعب، يفتح لك مساحات، يعطي أسيستات. رأينا اليوم كيف أنه يعني كيف يعني حضن على كرته وأعطى أسيست رائع للبريك اللي وضعه بطريقة مجنونة في الزاوية الصغيرة المضيقة السنتيمترات، يعني هدف الفوز وهدف ثلاثة نقاط اللي بكل صراحة من حقهم أن يفرحوا بتلك الطريقة، لأن هذه المباراة كيف ما قلت في بداية الفيديو ملعونة، وإذا فزت بها بأي طريقة، خطأ تحكيمي، تسلل، لمست بيدك ودخلت، أي طريقة، يعني هذه المباراة تحتاج أن تفوز بأي طريقة، ولكن الهلال اليوم فازوا بذكاء على قلة الذي يعني إدواردو، اللقطات التي كان فيها ذكي، تلك اللقطة التي انسل ووضع للشيري، وأيضا الشيري ذكاء أكبر كيف حضن عليها ووضعها على طبق للبريك. هدف جميل، ملعوب ملعوب بكل صراحة. لنتحدث الآن عن التفصيل، أن رأينا أن الهلال في الشوط الأول كانت جميع لعبهم كان على الكاريو، اللي بكل صراحة أنا ما فهمتش واحد النقطة. نعرف كلنا أن كاريو أمتع لاعب في الهلال وأروعهم أمهرهم وكل ذلك الكلام، ولكن أن تلعب على لاعب وتجعل من فريق الفيحاء يمسكونك، يعني تظهر لهم سلاحك، يعني فهموا أن الجميع اللاعب سوف يلعب على كاريو، رأينا أن كاريو يعني ثلاثة لاعبين أو أربعة يمسكون، يعني الجهة الأخرى فارغة الجهة الأخرى، ولا يلعبون عليها ولا يحاولون تغيير اللاعب ولا يحاولون أن يبدلوا الجبهة ويلعبوا على الجبهة الأخرى، بدلوا ولو من جانب التمويه لكي يعودوا لتلك الجبهة ويفتحوا المجال لكاريو ليحاول مرة أخرى. أنا ما فهمتش بكل صراحة هذه اللقطة، ولكن انظر معي عند دخول جوفينكو، عند دخول جوفينكو الذي كنا نعرف أنه يلعب يعني وراء المهاجم، أنه أحيانا يسحب نفسه للجناح ليترك كاريو هنا، وهو يصبح يعني ينقص الضغط على كاريو، يعني يصبح جوفينكو حتى إذا يدوره في الملعب ليس جناح، يسحب نفسه ليصبح جناح لينقص الضغط على كاريو، لأن أصبحت واضحة أنهم يلعبون على كاريو. لا 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 لا، الهلال عندها من الإمكانيات أن تلعب على جميع الطرق، أن تلعب عرضية، أن تلعب من اختراق. وانظر معي لماذا عندما دخل جوفينكو أصبح اللاعب يبدأ في الشوط الثاني يلعب من الوسط، أنهم رأينا كيف أنهم جوفينكو يراوغ اثنين يدخلوا من الوسط يعطي أسيستات بينيات، ولكن عندما كان إدواردو لماذا إدواردو أيضا ما فهمتش، لم أفهم لاعبة، يعني أيضا إدواردو يسحب نفسه للخط ولا تصل له كرات ويدخل في الازدحام مع البريك وكاريو، ما فهمتش بكل صراحة أنا ما فهمتش. ومع ذلك إدواردو عجبني شوية في الشوط الأول، لماذا؟ لأنه يعني كان يلعب تمريرات، يعني لم يكن مطالب من الركض والمراوغة، فقط تمريرات ثنائية ثلاثية كان يلعبها جميلا، ولكن ليس هو جيوفينكو بكل صراحة دخل غير كل شيء، غير ليس فقط أنه من صنع التمريرة لإدواردو، ولكن أنه حرك الوسط الذي كان نائم بكل صراحة. رأينا أن في الشوط الأول تقدمت كينو هي التي كانت تصنع الخطر، رأينا التي ضربها بالرأس وتصدى للحارس، رأينا أيضا الكرة التي عادت والتي فيها ضربة جزاء ولم يكن هناك خبط كروي عند الشيري ليسقط، لأن لمسه في كرة القدم فقط إذا الرجل يعني عالية وفي وجهك فرى ضربة جزاء، حتى إذا لم يسوى وجهك الرجل عالية ضربة جزاء، ولكن لم يسقط الشيري، يعني مثل أنه أراد أن يوصل للحكم أنه لم يلمسني ليست ضربة جزاء، فالحكم تغاضى عنها، يعني لم تكن خبط من الشيري بكل صراحة. قلت لكم كينو الذي تقدم تسديدة البريك التي من تلك المحاولة أيضا التي ضربت العارضة وعادت للحارس التي لو سجل هدف مجنون، البريك اليوم نجم المباراة ويليه الشيري، لأن الشيري أيضا تحرك، يعني أعطى أسيست لإدوارد في الشوط الأول، إدوارد لم يسجلها، ما أريد أن أدافع على ذاك إدواردو بأي شكل من الأشكال، لا أجد بكل صراحة. ولقطة المباراة هي اللقطة السيئة التي كانت بين المدرب وذلك اللاعب من الفيحاء، لذلك اللاعب بكل صراحة أنا أعاتب عليه مدرب الفيحاء، لأن ذلك اللاعب ممتع، دخل في ربما 10 دقائق أو 12 دقيقة أمتع، وعيب عليك أن يكون عندك ذلك اللاعب أمام الهلال وتتركه في الاحتياط. لم أفهم بكل صراحة. نقطة أخرى بخصوص الشيري، لماذا يخرج الشيري ويبقى إدواردو في التغيير الأول؟ لماذا؟
ما لا يمكنك أن تقنعني أن الشيري كان أسوأ من إدواردو. لا لا لا، كان على إدواردو أن يخرج، وإذا أردت أن تدخل يعني جيوفينكو خرج إدواردو وترك الشيري، وراء واضحة جدا اللمسة التي ستضعها واضحة. لماذا تخرج ذلك العابد اللي بكل صراحة أيضا لم يتمسك في فرصته، لأن اليوم لو لعبوا عليه ليلا لا أيضا أبدع، ولكن المشكل أنهم يعني لم يلعبوا على جبهته. لا هو أظهر إمكانياته للمدافع ذلك المليهي والماهي المليهي ومهم الجبهة الأخرى الداير والجناح، ليس البريك وكاريوش، الداير الجناح الآخر لم يظهروا اليوم إمكانياتهم لأنهم لم تلعب عليهم، ولكن أراهم عند اللمسات القليلة التي كانوا يلمسونها، أيضا عندما كان يتحول يعني ذلك اللاعب يسقط للوسط رأينا أنه كان ممتع جدا. ولكن بكل صراحة اليوم أتمنى أن لا يحكموا عليه مدرب الليلة لأنه لم تلعب عليه الكرات. اليوم بكل صراحة كاريو قدم كل ما عليه، ولكن رأينا أنه بدأ يدخل في مرحلة عياء، وأتمنى أن يفهم أن هذا المدرب عليه أن يريح أيضا كاريو كما يريح غوميز وجيوفينكو ويريح جميع أولئك اللاعبين والدوساري، وأيضا الدوساري لو كان اليوم كنت أتمنى أن يعوض كاريو بالدوساري ويلعب شوط شوط يريحهم معا، لأن في آخر المباراة كاريو وضحت عليه علامة العياء بطريقة واضحة جدا وخطفوا الفوز ومبروك مبروك. وتلك اللقطة التي جاءت في آخر المباراة كان يعني المباراة كانت في غنى عنها، لقطة تذكرني في لقطة إذا تذكرون غوارديولا وكريستيانو رونالدو عندما جاءت عنده الكرة ورماها ودفعها كريستيانو رونالدو نفس الطريقة، ربما لقطة يعني مشابهة، لقطة لم تكن يعني لم تكن ضرورية في هذه المباراة. هذا ما كان أخوتي ومباراة يعني كنا نرى فقط من جانب واحد الهلال هو من يهجم والفيحاء يدافع، وأيضا لقينا نغفل حق الفيحاء، قدم هجمات مرتدة خطيرة جدا افتقرت لمن سينهيها، كانوا يصيرون حتى يصبحون لاعبين مع مدافع ولا يستطيعون. والجحفلي تألق اليوم هذا المدافع اللي أظن أنه سوف يعضعد في تلك المركز لن يتنازل عنه. أيضا حارس الفيحة كان من نجوم مباراة. إذا أردنا أن نقيم اللاعبين كيفما العادة سنقول أن الحارس الليلة اليوم سوف نعطوه 7 أو 6.5 من 10 لأنه لم يختبر كثيرا. الجحفل اليوم 8، لاعب الياباني الذي يعني بجانب جونغ ما ذلك اللاعب ما أعرف اسمه 8 أو 7.5 من 10 لأنه أيضا قدم جهود جميل ويبني اللعب بطريقة جميلة جدا من الخلف. ايضا يعني البريك اللي بكل صراحه 9.5 اليوم يستحقه. نعم اللاعب الداير الاخر ايضا ابدع عليهم 7. كينو وكوير اليوم متوسط 5.5، كينو اليوم جميل 6.5، ادوارد 5.5، جيوفينكو على دخل تلك الدقيقه الشوط دي لعبه 6.5 من 10، الشيري اليوم 7 من 10، كاريو 7.5 من 10، ومن بقي من بقي من بقي مهم التغييرات ذلك العابد ربما اسمه الجناح الآخر 5 من 10، ولاعبي الفيحاء اليوم كدفاع يعني كمدافعين وكوسط بكل صراحة أبدعوا في الدفاع، يعني حاولوا يعني بما يمتلكون من أسلحة أن يوقفوا الهلال. سنعطيهم كلهم 7 من 10 المدافعين والوسط، والهجوم الذي كان يعني لم يستطع أن يحسم الأهداف سنعطيه 5 من 10، والحارس كان جميل جدا يستحق 7.5 من 10. وهذا ما كان أخوتي، كنتمنى الفيديو يعجبكم وشكرا شكرا لكم، والدوري ولع في انتظار النصر والأهلي في المباراتين المقبلتين. السلام عليكم.